من تركيا. منين يا اولاد؟ منين؟ من تركيا، من عند اردوغان اللي قاعد يدافع عن محمد مرسي، واللي قاعد يدافع عن الاخوان، اللي طالع يقول في تصريحات سافله ومستفزه اخلاقيا وغير مقبوله، واي مواطن مصري لابد ان يقابلها بصفعه. طالع يقول انا الرئيس المعترف اللي بعترف بيه في مصر هو محمد مرسي. انت مين؟ انت مين اساسا عشان تعترف ولا ما تعترفش؟ انت مين؟ انت مين اساسا عشان تعترف ولا ما تعترفش؟ انت مين؟ انت مين اساسا عشان تعترف ولا ما تعترفش؟ اتنيل. انت مالك ومال الشعب المصري؟ انت عايز الشعب المصري او مصر الكبيرة جدا تدخل في حرب ارهاب وتفجيرات والسياحة تنتهي والمجتمع بالكامل ينهار عشان تقول لرئيسك محمد مرسي؟ لا انت ولا محمد مرسي بتملكوا مصر ولا اي حد. الشعب المصري اللي خرج هو اللي علمك يا اردوغان وعلم شعبك ازاي تكون الارادة الشعبية.